قصة نجاحي كنت أول كنت في القوات المسلحة، وبعد هذا تقاعدت وابتديت هذا المشروع يعني كفكرة. كانت عندي فكرة أني أنا أفتح محل في مدينة كلبة، فالحمد لله توفقت وفتحت المحل هذا وبدأت النشاط والمعاملات والحلوى اللي الناس تقبل عليها في المناسبات. والله هذه لأن هاي الأكلة معروفة في المنطقة وخاصة في المناسبات، يعني الإقبال عليها أكثر في المناسبات. والله عندنا عدة أصناف، بس الأصناف اللي عندنا يكون على الطلب، لكن الموجودة واللي معتاد يوميا يعملوها فهي السلطانية، والثانية اللي نفس هذا بس بيسموها اللون الأصفر، يعني الحلوى على الطريقة الأصفر. فالسلطانية مشهورة يعني دائما الناس تطلبها، هاي السلطانية اللي هي هذه هي السلطانية. أما هذه النوع الأصفر فيعني قليل الطلب عليه. والله في أصناف، في اللي بيعملوها بالتين، في بيعملوها بالزيت زيتون، في بيعملوها بالتمر، في يعني عدة أصناف بنعملها، عدة أصناف بس بيكون على الطلب. يعني الشخص بيجينا بيقول أنا عاوز مثلاً أبغي مثلاً بالتين أو بالكذا بالصنف، فبيعملوا له. طبعاً هذا الإعداد الحلوى العمانية، وهني بيجهزوا الحلوى وبيعملوها وبيضبطوها، وبعد هذا بينزلها في الماعون هذا أساس أنه يوزعها على مثلاً شخص طالب كيلو أو كيلوين أو ثلاثة على حسب الطلب. طبعاً بينزلها في الطاسة اللي هي الحلوى وبيشوف، فهذه الطاسة هذه فيها كيلو، فيها كيلو ونص على حسب الطلب. يعني الشخص بيجينا في المناسبات، الشخص بيجي بيقول أنا عايز يعني كيلو، بيعملوا له بيحطوا له في هذا وبيوزنوه في الميزان، بيشوفوا كم كيلو بيعطوه. والله شوفي يعني هو المحل الوحيد اللي في المنطقة هني، حتى في الفجيرة ما في يعني موجود، يعني المحل الوحيد. فنحن الصنف السلطانية هذه أكثر طلب عليها. والله نحن نعمل عروض ونعمل حتى في المناسبات، في يوم الاتحاد
عملنا أشياء يعني بمناسبة الاتحاد، يعني أشياء مثل عليها علم الاتحاد وكذا وعلم الدولة وأشياء يعني مثل ما تقول يعني خاصة حق يوم المناسبات هاي. إن شاء الله في أفكار يعني إن شاء الله بنعرضها وبنعملها يعني. والله شركائي في النجاح عندي الولد، لأن دائما بيدعمني في الأشياء هاي وبيشجعني فيها. نعم. وطبعا بعد الأهل وأخوي يعني دائما بيشجعوني في الشيء هذا يعني. والله الحمد لله رب العالمين، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الأمن عندنا والأمان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم حكومتنا الرشيدة ما مقصرين وجزاهم الله خير، وهذا ما يتحصل في أي دولة. يعني الشخص يطلع من البيت متى ما يطلع أي كان، لو يطلع الساعة 3-4 ما في يعني مثل ما تقولي مثل الدول الثانية. نحن الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى، الأمن عندنا بفضل ثم شيوخنا يعني. جزاكم الله خير وأنتم ما قصرتوا، وهذه نحب نوصل لشيوخنا نقولهم كل عام وأنتم بخير، والسنة الجاية إن شاء الله الجديدة عليكم ولصاحب السمو ورئيس الدولة وأخوانه وولي عهده، نتمنى لهم إن شاء الله طولة العمر وإن شاء الله في صحة وعافية يا ربي.